السلام عليكم ورحمة الله. الدرس اليوم هيتم تجربة الويت ماب مع السنو. عندنا وليكن بوست بهذا الشكل، أو بمعنى أن جزء من الخشب بهذا الشكل، وعايزين نشوف تأثير السنو عليه. أولا عندنا طبعا ضفنا بيفل موديفاير، فاضيف هنا أولا في الديناميك بنت في الفيزيكس، هنا هضيف كوليجن ثم دايناميك بنت. في جزء دايناميك بنت هنضيف طبعا ده كانفاس، هيكون نستخدم كاش فيما بعد، ولكن في الاوتبوت هنضيف ان ده ويت ماب، ثم نستخدم الكاش فيما بعد. هنضيف بقى البلين اللي هو سنو، هيكون فيها نستخدم هنا وليكن جزء من الايكوسفير، هضيف تاني هنا ايكوسفير او اسفير، ده اكتر من لازم. هنضيف هنا اسفير، الرينجز 8 هنا وده كده وليكن 16 بالبروبورشن ايتنج، هنقوم بعض التعديلات. طيب ده كلام سليم جدا. ممكن نضيف ايكوسفير، السوفتوير ممكن يكون 2 جي جي هكذا. الأدوات كلهم move to snow collection، snow collection. ثم بعد ذلك هيكون في عندنا البلين هذا، هنقول ان ده كده طبعا ده كله سنو، هنقول ان فينا سنو ننتظر البحث. هو في موجود عدة خامات فنستخدم هذه الخامة. طيب بالنسبة ده الجزء ده يكون أيضا stylized snow، ده يكون snow هنا. هنقول إن ده particle هنبدأ ب 500، السورس خلينا نقول. طيب لو faces خلينا subdivide ده كده مرتين، ثم بالنسبة للروتيشن dynamic، ثم الphysics ثم الرندر هيكون كوليكشن سنو كوليكشن، ثم الفيلد ويت جرافيتي بوينت 5، ثم في الفيزيكس هنقول ان ده دايناميك برش، ده برش مهم جدا، ده كده يكون بارتكل سيستم، اختار البارتكل بالتجربة. ده يكون اكتر من اللازم. خلينا نشوف بعد البلاي، ده يكون تايم لاين. نبدأ من 0 الى 200،
ثم ما ننساش في اس بارتكل هنقول ان ده كده اللايف تايم 200 والاند اوف 200. نضغط بلاي. طيب ده اقل من اللازم، خلينا نزود شوية الاند 350 350. بلاي. طيب بالنسبة هو أبطأ من اللازم، فخلينا نقول في الفيلد ويد ده كده هيكون 0.7. خلينا نجرب تاني. طيب هاجي هنا على اللي هو البوست شيدر ايتور، هقول ان هنا فيه اتريبيوت اتريبيوت، ومن الويت ماب تقريبا كان اسمها دي بي ويت ماب. كنترول شيفت، خلينا نشوف النتيجة. بلاي بلاي. طيب لما زودنا سب ديفيجن سيرفيس فاصبح ده كده النتيجه اللي عندنا، ودي النتيجه مقبوله نوعا ما. خلينا نشوف ازاي نستبدل ده كده. هو احنا البلين كان اكبر حجم، حجم اكبر من اللازم، وافترض نقلل السايز شويه. خلينا نبقى نقلل السايز في الريندر. المهم هنختار هنا، نرجع تاني للشيدر ايتور، هنضيف هنا السنو كنترول سي كنترول سي، نرجع هنا في الود ده كده الماسك عندنا، الويت ماب ده هو الماسك عندنا. فبساطة هضيف ميكس شيدر ميكس شيدر، هيكون عندي الميكس شيدر ها هنا والماسك فاكتور ها هنا، ثم هنا كده يكون السنو السنو. فالسنو كنترول في، نسخنا السنو كنترول في، ده كده شيدر هنا، هيكون هنا الشيدر. بعد كده نرجع الى المشهد. طبعا دي النتيجة اللي عندنا، السنو زي ما شايفين. احنا ممكن نزود طبعا تأثير السنو، تأثير السنو ممكن نزوده. هو هنا شفاف شوية، ممكن ما نعرفش في الرندر هيبقى نفس الموضوع ده ولا لأ، ولكن ممكن بالـ RGB كيرفز. لو ذهبنا الشيدر ريتور في الويت ماب هنا كده في الـ RGB كيرفز RGB كيرفز، كده التأثير هيكون أوضح من قبل كده. فده كده باختصار ازاي ننشئ ويت ماب، وازاي ندمج الويت ماب مع البارتكل سيستم مع السنو مع الكوليجن. ده كده باختصار الموضوع. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، والى اللقاء في عدة دروس قادمة.